إن سقط مادورو فكلنا مادورو، هكذا فزع أردوغان لنصرة حليفه الدكتاتور. Ben Maduro'nun kendisine inananlarla beraber bu yolda yürürken bu sıkıntılı anı da aşacağına inanıyorum. مخالفا مواقف ونداءات دول العالم الحثيثة بمساندة الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره، فرغم إعلان خوان خويدو نفسه رئيسا انتقاليا، خصص أردوغان خطابا جماهيريا لمؤازرة نيكولاس مادورو بمزاعم أن ما حدث انقلابا على الديمقراطية وصناديق الاقتراع، سابقة ليست الأولى من رئيس يتبع النهج القمعي في معاملة شعبه. فبعد فرض أمريكا عقوبات على فنزويلا، وجه أردوغان استثماراته إلى كاراكاس غافلا الأزمات المستعصية التي هوى باقتصاد تركيا إلى غياهبها، فسرعان ما ضخت شركات تركية 4.5 مليار يورو في خزينة فنزويلا، والخطوط الجوية خرقت حظر الطيران برحلات إسبوعية إلى كاراكاس. وفور إعلان خويدو، أقلعت طائرة الملياردير تورغاي سينر إلى فنزويلا لشحن طن من الذهب الفنزويلي بإشراف من الجيش إلى تركيا بأهداف التحايل على العقوبات الأمريكية، فبعض الذهب شق طريقه إلى إيران. ظلم مادورو جلى، فهل سينتفض الأتراك لمحو ظلام أردوغان؟